تتأثر المملكة بمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة تقترب من المملكة تتسبب في هبوط بدرجات الحرارة مع فرص للأمطار خاصة في شمال المملكة. التغيرات الجوية نتابعها مع الرئيس التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر. محمد أهلا وسهلا بك. إذا كلما ظننا أن فصل الربيع اقترب نفاجأ بتغير جديد على الحالة الجوية، فما هي تفاصيل ما هو مقبل الآن؟ مساء الخير لك غادة، ومساء الخير لجميع الإخوة المشاهدين. بالفعل طبعا المملكة تتأثر حاليا وستتأثر خلال الأيام القادمة، قد نسميه بمربعية جديدة بسبب البرودة الكبيرة المتوقعة على الأجواء، إذ تندفع إلى المنطقة كتلة هوائية قطبية، المنطقة جنوب شرق القارة الأوروبية، تمكث لفترة طويلة نسبيا وتتسبب بحدوث اضطرابات جوية في منطقة شرق البحر المتوسط بما فيها المملكة. لكن نبدأ هذه المداخلة بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى تواجد كميات كبيرة الآن من السحب والغيوم في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، وهي تتجه باتجاه المملكة. هذه السحب والغيوم هي مرافقة لمنخفض جوي هو مصنف من الدرجة الثانية، يتمركز حاليا إلى الشمال الشرقي من جزيرة قبرص، ومن المتوقع أن يؤثر على المملكة خلال ساعات هذه الليلة. تقريبا بعد 3 إلى 4 ساعات من الآن من المتوقع أن تنتظم الهطولات المطرية في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة، تكون أحيانا مصحوبة بزخات من البرد، لكن بعيدة منتصف الليل يتوقع أن تشتد هذه الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة، وتصبح هذه الأمطار غزيرة لبعض الأوقات، وتكون وما زال تكون مصحوبة بتساقط لزخات من البرد، وأحيانا أيضا تترافق مع حدوث الرعد في بعض المناطق المحدودة في ساعات ما بعد منتصف الليل. هذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية القطبية الباردة معه يتعمقان خلال ساعات صباح يوم الجمعة، بحيث غدا صباحا تكون الأجواء ماطرة في شمال ووسط المملكة. أيضا ذلك الأمر سيتسبب في ازدياد كبير في سرعة الرياح، يتوقع أن تهب رياح قوية غدا في أغلب مناطق المملكة، تتسبب في حدوث موجات غبارية كثيفة في المنطقة الجنوبية من المملكة. هذه الأمطار والفعالية الجوية تستمر حتى ساعات العصر، ولكن بدءا من عصر غدا يوم الجمعة تبدأ الهطولات بشكل عام بالتراجع وتصبح عشوائية ومتقطعة، وليس كما سيكون عليها الحال في ساعات الصباح، وتبقى متقطعة ومحلية الطابع في ساعات ليلة الجمعة على السبت. هناك أيضا نتيجة هذا الهواء البارد الموجود نتوقع أنه في ساعات صباح يوم غد أن تزداد الفرصة لأن تسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى التي يزيد ارتفاعها تقريبا عن 1100 متر عن سطح البحر. هذه المناطق تقريبا تشمل مثلا جبال قمم المرتفعات الجبلية العالية في عجلون وجرش، مثل مناطق رأس منيف، مثلث القاعدة، عبين وعبلين، عالي سوف، أيضا في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة عمان القمم الجبلية العالية محدودة لكنها موجودة، مثل قمم السويلح ودابوق والجبيهة وتلال علي والجمل الأردنية، وأيضا في البلقاء متواجدة في منطقتي زي وأم جوزة. هذه المنطقة ربما تستقبل اعتبارا من ساعة الصباح يوم غد بعض الزخات من الثلج لبعض الأوقات خلال ساعات نهار يوم الجمعة، وحتى إن ضعفت الهطولات مساء وليلا يوم غد تبقى الفرصة مهيئة أن تكون هذه الهطولات أحيانا على شكل زخات خفيفة من الثلج. أيضا غدا ليلا ليلة الجمعة السبت سنلحظ جميعا بأن هناك فرق لافت وملحوظ في درجات الحرارة، إذ تقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي في معظم مناطق المملكة، بحيث يصبح الطقس شديد البرودة ويتشكل الانجماد في بعض المناطق حتى مثل مناطق المرتفعات الجبلية العالية، وتعيش المملكة ليلة الجمعة السبت أجواء يعني يمكن أن نقول أنها مقتبسة من عمق الشتاء. نعم محمد، بالرجوع إلى سنوات قبل، هل من الطبيعي أو لربما يأتي هذا ضمن التغيرات الجوية المعتادة في هذا الوقت من العام خاصة في شهر آذار؟ هل نتوقع المزيد أيضا؟ يعني بشكل عام يمكن القول بأن شهر آذار في مناخ المملكة وبلاد الشام المولود الشعبي هو شهر متقلب للغاية
ما بين فترات باردة جدا وفترات ربيعية، حتى أن بعض الأمثال الشعبية ذكرت ذلك، فمثلا خبي حطباتك الكبار لعمك أذار أو أذار الغدار. هذه موروث شعبي موجود في بلاد الشام، ينوم على وجود تغييرات كبيرة في الطقس تحدث في شهر أذار. في سنوات سابقة شهدت المملكة تساقطا للثلج حتى في شهر أذار، مثلا في 15 أذار 2007 تساقطت الثلج في العاصمة عمان، عاصفة ثلجية أثرت على المملكة في 25 أذار 2003 أي في آخر شهر أذار، والقائمة تطول لسنوات سابقة شهدت بها المملكة موجات من البرد وتساقطات للثلجية. أيضا حتى في بعض السنوات في عام 1997 تعرضت المملكة لموجة قوية جدا من الصقيع في بدايات شهر نيسان تقريبا في 7 نيسان، وبالتالي لا يمكن القول ما يحدث حاليا هو ضمن التغير المناخي، ففي مناخ المملكة وبلاد الشام تتعرض كل فترة يعني كل تقريبا 10 سنوات لموجات برد في شهر أذار كما هو الحال في هذا العام. الكتلة القطبية بالمناسبة هي متواجدة معنا طيلة الأسبوع القادم، وبالتالي الطقس سيبقى شديد البرودة وموجات قوية من الصقيع والانجماد، وهي تحت المراقبة لأنها قد تتسبب بالمزيد من المنخفضات الجوية القطبية الباردة. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الشاكر الرئيس التنفيذي لموقع طقس العرب. إذا تنضم إلينا من عمان مدير وحدة الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة عروب العبادي. مهندسة عروب أهلا وسهلا بك. إذا ضمن خطط الطوارئ المتوسطة المعلن عنها حاليا، فما هي لربما أبرز المناطق التي قد تخشون من التواجد فيها أو لربما من حدوث أعطال أو أضرار معينة خلال هذا المنخفض الجوي؟ ستي مساء الخير ست غادة لك ولمتابعين المملكة. يمكن أنا تحت الهواء كنت عم بسمع وانت بتحكي بأنه الحمد لله عم ترجع أجواء المربعانية، وإحنا بآذار وآذار معروف عنه أبو 7 ثلجات كبار زي ما بحكوا، فإن شاء الله الله يجيب لي في الخير بالبداية. ستي العزيزة، إحنا بوزارة الأشغال وضمن خطتنا نعمل بأنه لدينا بعض المناطق لا أسميها الساخنة وإنما يعني دائما تكثف جهود كوادرنا عليها ونزيد من عدد الكوادر الميدانية الموجودة عليها. نعم. إذا ما تحدثنا عن بعض المناطق في عجلون، تعلمين رأس منيف من المناطق التي تعتبر دائما حاصلة على تركيز وزارة الأشغال، عنجرة، صخرة، عبدين، عبلين، بالإضافة إلى مناطق بيسوف وثغرة عصفور. أيضا إذا ما ذهبنا إلى الجنوب في الكرك المزار مؤتة والطفيلة في القادسية نتحدث، في الشوبك بمعان، وأيضا بإربة إذا ما تحدثنا نتحدث عن مثلث رحابة المزار الشمالي. يعني هناك مناطق مختلفة دائما بنكثف جهودنا عليها وتركيزنا عليها بوزارة الأشغال، بالإضافة أكيد للطرق الحيوية الواقع ضمن اختصاص الوزارة ومنها طريق المطار وطريق إربد جرش عمان. بداية ستي احنا بوزارة الأشغال منذ صباح اليوم نعمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، ومثل ما بتعرفي هذا الشيء يأتي بالتزامن مع ما يردنا من معلومات من إدارة الأرصاد الجوية. هناك الخفيفة المتوسطة والقصوى فيما يتعلق بتصنيف حالات الطوارئ، لكن حسب ما وردنا من إدارة الأرصاد الجوية نتحدث عن خطة طوارئ متوسطة. ضمن تعميم معالي وزير الأشغال العامة والإسكان لزملائنا مدراء الميدان، تم توكيل الزملاء بالميدان بالتركيز على إدامة العمل بخطتنا للإخوان المواطنين. الطرق الحيوية أولا نركز عليها، الطرق المؤدية للمستشفيات والمرافق الحيوية، إزالة العوائق على الطرق بشكل فوري، وأيضا تقديم أشكال الدعم والإسناد للشركاء العاملين في الميدان بما يساهم بتقديم أفضل خدمات للمواطنين وضمان ديمومتها. طبعا بتعرفي غادة حسب المنخفض الجوي وحسب تركيز الهطولات سيقوم زملائنا بالميدان حسب تعميم معالي الوزير برفع خطة الطوارئ كل حسب اختصاصه وحسب تقييمه. إذا ما استدعت الحاجة إلى أن نرفع خطة الطوارئ في أحد المحافظات إلى قصوى، زملائنا لديهم الصلاحيات باتخاذ قرار فوري لهذا الإجراء، وأيضا لديهم الصلاحيات فيما يتعلق باستئجار الآليات إذا ما استدعت الحاجة لذلك. لدينا أسطولنا في وزارة الأشغال 350 آلية موزعة على مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى 98 فريق ميداني موزع على كل أنحاء المملكة، وأيضا بغرفة الطوارئ المتوسطة يتم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة و14 غرفة عمليات التابعة لها بكل أنحاء المملكة. نعم، شكرا جزيلا لك مهندسة عروب العبادية على إجمالي تفاصيل خطة الطوارئ المعمول بها خلال هذا المنخفض. مديرة وحدة الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة عروب العبادية.